الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. نحن سنتكلم في خلال هذه الدروس عن سيرة حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا في أعمالنا وأقوالنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما صرت أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صرت أكثر حرصا على أن تتعرف سيرته عليه الصلاة والسلام. أنت لو أحببت أي واحد من الناس لفرحت إذا سمعت كلاما عنه، لو عرفت أن أحدا يعرف شيئا من أسرار حياته، ربما له معرفة بمثلا أسماء أولاده و يعني أنسابه وأصهاره ووظيفته، لحرصت على أن تعرف هذه الأسرار لمعرفتك لشدة محبتك لهذا الشخص. فنحن لمحبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتقن سيرته. والمشكلة أنك اليوم ربما سألت أعدادا كثيرة من الناس عن سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فوجدت أن كثيرا منهم يضرب كفا على الأخرى ويقول لك ها ها لا أدري. دخلت مرة على طلابي وكنت أدرسهم مادة ثقافة إسلامية في الكلية، أظنهم كانوا سنة ثاني، فأردت أن أختبر معلوماتهم يعني الشرعية، أول مرة أدخل عليه قاعة، أول مرة أدرسهم في أول الفصل، أردت أن أختبر معلوماتهم الشرعية. فقلت لهم يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم يا شيخ احنا في كلية احنا جامعيون. قلت أدري أنك جامعي لكنها أجب، أعطني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع الأول يده قال يا شيخ. قلت نعم. قال خديجة. قلت ممتاز، بيض الله وجهك خديجة، ها وأنا أعد. قلت ها من يعرف أيضا؟ قال الثاني يا شيخ يا شيخ. قلت نعم. قال عائشة. قلت ممتاز عائشة، ها يا شباب بين يدي 40 طالبا وتوقفت الأيدي، ما في أيدي ترفع. قلت يا شباب كيف هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما تستحون على وجوهكم، أنتم ما تتقون الله؟ الآن نحن نسب الدنماركيين لما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورسموه بصور قبيحة، ونقول لو عرفوا سيرته لما فعلوا ذلك. هم الآن أبناء الإسلام ما تعرفون سيرة نبيكم ولا تعرفون أسماء زوجاته. فلما رأوا غضبي رفع أحدهم يده، والله كأني أنظر إليه جالس على يسار، قال يا دكتور يا دكتور. قلت نعم. قال آمنة. قلت آمنة؟ قال لي آمنة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت آمنة هذه أمه، الله يخليك لأمك. فسكت وخفض رأسه، ثم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فرفع آخر يده قال يا دكتور. قلت نعم. قال فاطمة. والله والله هذا اللي حصل. قال فاطمة. قلت أنت يعني تمزح؟ قال ليش أمزح يا شيخ، خلاص كملنا لك أربع. الغبي فاهم أن آمنة أني حسبتها معهم. قال كملنا لك أربع. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن إلى الآن ما ذكرنا إلا خديجة وعائشة. تقول لي فاطمة؟ يا أخي هذه ابنته، أنتم ما تعرفون زوجات نبيكم عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة بالكاد وبالتقريب لهم، أول حرف زاي والثاني ياء والثالث نون، يلا إيش الحرف الرابع؟ أول حرف سين والثاني واو والثالث دال، إيش الحرف الرابع؟ جعلت أقرب لهم أشد التقريب. ثم قلت طيب أعطوني أسماء أربعة من فريق، وجعلت أتذكر فريق يعني قلت يمكن الأفرقة السعودية يتقنونها أو يعني بعض الأفرقة المشهورة. أعطوني يا شباب أربعة من فريق البرازيل. فترافعت الأيدي، وأسماء أعجمية يعني ليست أسماء سهلة، عائشة خديجة حفصة سودة زينب صفية أم سلمة، لا أسماء أعجمية، كاتا بيرو توتو. فأعطوني 15 اسم. قلت اللي أعرف يا شباب أنهم 11. قالوا لا احنا أعطيناك إياه مع الاحتياط، حتى اللي ما يلعبون حافظين أسماءهم. والعجيب العجيب أنهم كانوا يقولون الاسم فأحسب معهم، بمعنى أنهم يقولون مثلا
عائشة، قل عائشة، خديجة، خديجة. فلما جاءت أسماء فريق البرازيل وبدأوا يعدون الأسماء، أخذوا يعدون الاسم فيقولون مثلا كاتا مثلا، أنا ما أدري هل هو كاتا أو الاسم خطأ عندي، فأقول أنا كيتو، فيقولون يا شيخ ما تعرفه، كاتا كاتا، الله يهديك كاتا، يعني ينتقدون علي أني لا أعرف اسمه، وهم لم يعرفوا زوجات نبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تعجب أننا نكرر سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرا، لا تعجب أنك تسمع في خطب جمعة متعددة الكلام مثلا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقصة الهجرة، لأنه لا يزال كثير من الناس ما يعرفونها. لا تعجب إذا سمعت خطيبا يروي أحاديث ربما تكون مشهورة عندك، كان يقول قصة مثلا ماعز رضي الله تعالى عنه لما قال زنيت فطهرني، أنت نعم تعرفه لأنك طالب علم ولأنك بارك الله فيك تحضر في مجالس العلم وتستفيد، لكن غيرك ما يعرف هذا. لذلك سبحان الله تجد أنك مهما سمعت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنك لا تمل من تكرارها، تجد أنك تسمع أشرطة عن السيرة مثلا لفلان ثم لفلان ثم لفلان، وربما تكررت قصة مثلا الهجرة، أو تكررت قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، أو قصة مثلا أوائل نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد أنه بتنوع الأساليب وبتنوع الفوائد واللطائف التي يستخرجها المتكلم من هذه القصص تجد أنك لا تمل منها أبدا. لذلك لما أردت أن أتحدث معكم أيها الإخوة الكرام تحيرت ماذا أختار، هل نبدأ نتكلم عن أشياء في السيرة عامة، وكنت قد قدمت لكم في السابق أشياء عن فن تعامل عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وكنت قد قدمت لكم أيضا على عجل ولم نكملها الكلام على شيء من غزواته عليه الصلاة والسلام، وكنا قدمنا في الدورة الأخيرة الكلام على أظن غزوة بدر أو الخندق، وتكلمنا عن فن النصيحة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهجه مع أصحابه، فرأيت أن نقف على غزوة هي أول الغزوات بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين. لن أسرد هذه الغزوة سردا، لأنني أعلم أن الحاضرين والحاضرات هم طلبة علم، وهذه المعلومات ربما تكون حاضرة في أذهانهم، وكذلك أيضا إخواننا وأخواتنا ممن سيشاهدون هذه الدروس، يعني في الغالب أن عندهم هذه المعلومات، لكني سأقف على صفات معينة ينبغي علينا نحن في وقتنا أن ننتبه إليها. بمعنى سأقف مثلا في الكلام على صفات القيادة من خلال هذه الغزوات، على حل المشاكل المفاجئة من خلال هذه الغزوات، على تقبل الآراء الأخرى، على تعامل المسلم مع الأزمات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر خرج وهو ليس له نية بأن يقاتل جيشا، خرج لأجل يعني قافلة فيها 40 حارسا وألف بعير، خرج لأجل أن يأخذ ما في هذه القافلة، فإذا أمامه أزمة، أزمة من الناحية العسكرية، ليس عنده أسلحة يقاتل بها، أزمة من ناحية العدد، معه 317 والكفار أكثر من 1000، أزمة من ناحية يعني مشاعر الصحابة الذين جاءوا، فهم جاءوا لا لأجل قتال، جاءوا لأجل قافلة ولم يستعدوا، أزمة من ناحية الأسلحة التي معه، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأزمة. أيضا سنتكلم عن أشياء أخرى تتعلق بتعاملنا نحن مع الناس من خلال تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في هذه الغزوات. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما من بني هاشم قد جاءوا لا حاجة لهم بقتالكم، إنما خرجوا وهم مكرهون، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. يقوم يقول هذا الكلام في الجيش، وفجأة يقفز أمامه صلى الله عليه وسلم حذيفة، قال يا رسول الله، طبعا الوضع كان مضطرب وناس أول معركة نحضرها مع الكافرين وما معي سلاح كافي، وهؤلاء جاءوا الآن بأسلحتهم، معهم الكفار معهم 600 درع، والدرع هو الحديد الذي يلبسه المقاتل أثناء القتال، ونحن ما معنا إلا 8 أدرع، الكفار معهم 100 فرس ونحن ما معنا إلا فرسان، يعني مسألة ما فيها تكافؤ أبدا. فكان الصحابة يعني رضي الله عنهم مضطربين. قام حذيفة قال عجبا، نقتل إخواننا وآباءنا وندع العباس،
أما والله لأن رأيته لألحمنه السيف في عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول لكم لا تقتلوا العباس وأنت أمام الجيش كاملا تقوم وتقول ألا بقتل العباس؟ سؤال، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكلام؟ أنت لو أعطيت أمرا لأولادك قلت لا أسمع واحد منكم يقول هالكلام مرة ثانية، قام واحد ثاني قال عليك كيفك ألا بقول هالكلام دائما، كيف تتصرف؟ قلت هذا الكلام لطلابك في المدرسة، غدا يا شباب اختبار، قام واحد قال طيب وعلى كيفك تختبرنا مثلا، قلت هذا الكلام وأنت مدير لموظفين مثلا، أو مثلا كنت قائدا لمجموعة معينة، كيف تتصرف في مثل هذه المواطن؟ هذه الفوائد أيها الأحبة الفضلاء سوف نتوقف عليها بإذن الله تعالى خلال هذه الدروس. طبعا الكلام على معركة بدر وهي أول الغزوات بين يدي النبي صلى الله عليه، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، يتضمن أولا أن تأخذ تصورا كاملا حول وضع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قريش. يعني أصلا معركة بدر ما وقعت إلا بناء على تراكمات في التعامل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، ثم لما وقع ما وقع وقعت هذه المعركة. طيب ما الذي حصل أصلا بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ ما هي الحياة السابقة أصلا بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان مضطرا أن يفعل معهم معركة؟ ما ممكن يحل الموضوع بأساليب أخرى. تعالوا نمر مرورا سريعا على حال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته حتى نقف على وضع معركة بدر. سأمر معكم على 13 سنة مرورا سريعا، ثم نفصل في مواقع في معركة بدر. لن أتكلم عن مولده عليه الصلاة والسلام، لن أتكلم عن بعثته، هذه أعلم أنها موجودة في شريف علمكم، إنما سأقف وقفات على تعامل قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حاول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج من عنق الزجاجة التي وضعته فيها قريش. هل لما كذب صلى الله عليه وسلم في قريش قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن ما في حل إلا أني أبدأ أدعو 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 في مكة لحد ما يستجيبون، أم أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا الباب مغلق لم يقف عنده، بحث عن أبواب أخرى؟ وهذا هو الواجب يا جماعة. يعني بعض الناس يقول مثلا أنا أريد أني أصبح طبيب، فيأتي مثلا ويدرس الطب فيرسب أول سنة، يقول لا أدرس مرة، ويدرس الطب مرة ثانية ويرسب، يذهب ويأخذ دورات ويرجع ويرسب. يا أخي هذا باب مغلق أمامك، ابحث عن أبواب أخرى. ليست القضية يعني كما قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، مثل الماء الزلال إذا أقبل يمشي بين الصخور وعارضته صخرة ماذا يفعل؟ هل يبدأ يضربها إلى أن تبعد عن مكانه ثم يكمل؟ يدبر نفسه، يذهب الماء يمينا ويسارا حتى يمسك طريقه ويكمل. أنا ما عندي استعداد أقف. الماء لا ينتظر المجرى، الماء لا ينتظر أنك تفتح له مجرى، يدبر نفسه. حتى لو وضعت سدا منيعا كبيرا طويلا إذا كثر الماء ماذا يحصل؟ يطغى فوق السد، أليس كذلك؟ الماء ما ينتظر يقول لك افتح لي. إذا أنت ما جئت إلى هذا السد وفتحت فتحة يسيرة ليتسرب منها الماء بلطف، أو ما عنده استعداد ينتظر، إذا ما فتحت لي السد وكثرت سوف أقفز فوق هذا السد وأهلك الحرث والنسل. كذلك الإنسان صاحب الهمة والعزيمة كالنبي عليه الصلاة والسلام، كان في مكة، حاول في مكة سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، تمضي السنين يحاول في أهل مكة، شعر أن هذا الباب مغلق. ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا يسلمون أهل مكة حتى لو أجلس 100 سنة معهم، لا، بدأ يبحث عليه الصلاة والسلام عن أبواب أخرى، عن مجاري أخرى يجري من خلالها في دعوة عليه الصلاة والسلام. تعالوا نقف كيف فعل عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة، لم يبعث عليه الصلاة والسلام لأجل قتلهم أو إحراقهم، إنما بعث لأجل إخراجهم من الظلمات إلى النور. أول آية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ، لم ينزل عليه اقتل ادحر افعل، إنما اقرأ، والقراءة تتضمن العلم الشرعي الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليه الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليس بينه وبين قريش صدام جسدي، مجرد يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهم يقولون يا مجنون يا كذاب يا ساحر يا كاهن، يعني مجرد ألفاظ بينهم عليه الصلاة والسلام وبينهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل مكة يستعمل الشدة،
إنما كان صلى الله عليه وسلم لا يزال يعني لطيفا هينا لينا معهم. صحيح أنه في بعض المواطن يحتاج كما قال إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. كون الإنسان دائما يقول خلك حليم خلك حليم كن حليما، أحيانا يكون الحلم من الغباء ومن السفاهة. أحيانا كما قال ولا خير في حلم إذا لم يكن له ماذا جهول يراعي صفه أن يكدر. أحيانا يحتاج الحلم إلى شيء من الجهالة، صراخ أو تهديد أو نحو ذلك. لذلك كان يقول العرب في السابق كانوا يقولون القبيلة التي ليس فيها سفيه قبيلة مهزومة، لأن الناس يتكلمون والسفهاء يهينونهم ولا يردون عليهم لأن كلهم حكماء ولطيفون. يقول لا بد يكون فيهم واحد يرد الكيل كيلين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله صحيح أنه كان لطيفا هينا لينا رفيقا، لكن في بعض المواطن ما فيه لطيف ورفيق. بعض المواطن لابد أن تريهم العين الحمراء حتى ينضبطوا من أمامك. خذ مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يطوف حول الكعبة إلا مجموعة من الكفار كانوا جالسين. أصلا نوادي قريش كانت حول الكعبة حرم ويجلسون ويحضرون أحيانا تمر طعام يتحدثون مثل ما يطلعون الناس اليوم للمنتزهات قهوة وشاهي. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في أول شوط قال له واحد يا ساحر يا ساحر، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم. أوقف لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. مر في الشوط الثاني قال كاهن كاهن، حول ولا قوة إلا بالله، تركهم ومضى يدعو يستغفر ويطوف. مر في الشوط الثالث كذاب كذاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. مر فإذا الذين هم جالسون ليسوا شبابا أبو 16-17 سنة، شيبان كبار المفروض أنت وياه تكون أعقل من الحركات هذه. إيش ساحر وكاهن وكذاب وأنت تكلم رجلا عمره ربما قارب 50 أو جاوزها؟ ما هم يكلمون شابا 16-17-20 أو بعدها بقليل، يكلمون رجلا يعني قد رجلا كهلا تعدى 40 وأبو أولاده. إيش ساحر وكاهن وكذاب يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسبعة أشواط وهم يزيدون شعر أن هذا النوع من الناس ما ينفع معه أن تسكت وتتلطف وترفق، لابد أن تريه العين الحمراء. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم متغيرا قال والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. لما قال بالذبح انتفضوا. يقول راوي الحديث فوالله لقد رأيت أشدهم عليه يقوم يرفعه يعني يهدئه بألطف ما يجد من الكلام، يقول يا أبا القاسم ما علمناك جهولا. الحين أبا القاسم توك تعرف اسمي، قبل قليل ساحر وكاهن وكذاب، والآن لما جاء الجد قلت أبا القاسم. يا أبا القاسم والله ما علمناك جهولا، يا أبا القاسم ما علمناك جهولا، ويتلطف بألطف العبارات معه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المفتاح الذي يفتح به هذا الباب. الباب هذا للسبعة اللي جالسين أو العشرة لا يصلح معه يعني لا تسبوني تحملوا مني اقبلوا، ما يصلح معهم هذا الأسلوب، لابد أحيانا من الشدة. فكان صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش مثل هذا التعامل، وإن كان الأغلب على فعله عليه الصلاة والسلام والأغلب على هديه صلوات ربي وسلامه عليه هو الرفق واللين واللطف والسماحة صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا قد يشد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مثل ما فعل بعمر لما أمسكه. جاء عمر ودخل عليهم في بيت الأرقم لأبي الأرقم، والصحابة خافوا قالوا هذا عمر الآن بيقتلنا وبيفعل ويفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عمر قال لن تنتهي يا ابن الخطاب حتى ينزل الله بك قارعة. يعني إذا يا عمر أنت جئت تستعرض قوتك علينا ترى احنا رجال قدامك. فلما رأى عمر هالهز قال يا رسول الله لا أنا جاي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأحيانا يحتاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب هديه الرفق واللين. قريش كانت ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صدام كما ذكرت، لكن كان حملات دعائية ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وقريش ساحر كذاب كاهن ما عليكم من هذا كذاب لا تهتموا له ونحو ذلك.
وكانت قريش قد جعلت لها دارا اسمها دار الندوة، يجتمعون فيها، هي دار مؤتمرات يقررون فيها ما يفعلون. اجتمعت فيها قريش يوما، شوف يعني حتى الكفار يخططون ويعملون، اجتمعوا يوما قالوا أيها الناس إن الحج قادم. الآن مجتمع أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، يعني عتاولة قريش وكبارهم، قالوا يا جماعة الآن الحج قادم، وإن الناس سيأتون من كل مكان، وإذا رأوكم تعادون هذا الرجل سوف يسألونكم عنه، يقولون لماذا بينكم وبينه عداوة، فاتفقوا على أمر تقولونه كلكم، اتفقوا على كلام واحد كلكم تقولونه. يعني ما نريدهم يسألونك يا أبا لهب فتقول مثلا كاهن، يسألونك يا أبا جهل فتقول ساحر، يسألون الثالث يقول مجنون، يسألون الرابع يقولون كذاب. فمشكلة يعني كون كل واحد يعطيه وصفا، معنى ذلك أن الناس لن يصدقون، بيقولون أنتم ما ندري هو كذاب ولا كاهن ولا هذا يقول كاهن وهذا يقول مجنون، يا جماعة اثبتوا على رأي. فقريش اجتمعت يخططون قبل الحج لأجل أن ينظروا ماذا نقول عن محمد عليه الصلاة والسلام. هذا التخطيط لو أننا اليوم نفعله، يعني مثلا في أنتم الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي إليكم الحجاج والمعتمرون، هل أنتم قبل الحج يجتمع مثلا من هم لهم مجال دعوي، يقولون طيب سيأتي مجموعة مثلا من أصحاب المذهب الفلاني، أو سيأتي مجموعة ممن تمكنت عندهم البدع الفلانية، ماذا نفعل بهم؟ هؤلاء يسكنون في المناطق الفلانية، طيب ماذا أعددنا لهم من كتب؟ ماذا أعددنا لهم من أشرطة؟ هل ممكن أن أحدا يذهب ويزورهم؟ هل يمكن أن نغلف لهم بعض الهدايا ونعطيهم إياها؟ هل نحن يا جماعة نحن أيضا في المواسم نحرص على أن نستفيد من هذه المواسم لأجل نفع الناس؟ قريش الآن قبل ما يأتي الحج يجتمعون، يقولون الناس القادمون إلى الحج سوف يسألونكم، يقولون يا جماعة هذا ما هو؟ انتبهوا نتفق على شيء واحد. فبدأت قريش تتفق على شيء، كل واحد قال شيئا، واحد قال أنا عندي فكرة، قالوا ماذا؟ قالوا قال أي واحد يسألنا عنه نقول كاهن. قالوا يا أخي الناس لن يصدقون، لقد رأينا الكهان، ما هو بزمزمة الكهان ولا بسجع الكهان، كلامه واضح أنه ليس كلام كهان، نكذب على بعض يعني. قالوا والله طيب ماذا نقول؟ قال واحد ثاني أنا عندي فكرة أقول مجنون، خلاص نتفق كلنا إذا أي واحد يسألنا نقول مجنون. قالوا لن يصدقوك، المجنون يصرع ويقع على الأرض ويتكلم بكلام، لا ليس مجنونا. طيب ما دام إنه ما هو مجنون ماذا نقول؟ قالوا نقول ساحر. قالوا قد رأينا السحرة وسحرهم، ما هو بنفثهم ولا عقدهم. فالتفتوا إلى عتبة رأسهم، قالوا ما تقول يا أبا عبد شمس؟ فقال في بكل صراحة، قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن أعلاه لجني، والله ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. رجل واضح من كلامه إن كلامه ليس سحر ولا كهانة، هذا معروف إن الكلام حق، كلام صدق، هذا قرآن. أنتم الآن تعارضون، أنتم لا تفكروا أنكم ستغطوا ضوء الشمس بأصابعكم، لا يمكن. والقرآن سبحان الله يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله أيضا في دعوة الناس، أول ما يأتي يدعو أحد كان يستعمله، وهكذا أتباعه ينبغي أن يفعلوا ذلك. أشكركم على استماعكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.